أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمعادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. نعم، الأصل أن يروى الحديث بلفظه، هذا الأصل، أن يروى الحديث بلفظه، ولا يجوز أن يروى بالمعنى. تقول حديث بما معناه أو أنت تغير المعنى، ما يجوز، لأن قد تكون فهمت غلطا ففهمت فرويت بما فهمت، وقد يكون فهمك خطأ. لذلك إيت بالحديث على وجهه، على روايته، بألفاظه، لا تغير فيه شيئا. قالوا: ولا يجوز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى مطلقا. وقال بعضهم: يجوز أن يروى الحديث بالمعنى ولكن لعالم بالمعاني لا يحيل المعنى، يعني يأتي به على وجهه. وهذا اشتهر بين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، فمسلم ذكروا عنه أنه يأتي بلفظ الحديث لا غير، البخاري قد يرويه بالمعنى، وهذه من الأشياء التي رفعت أسهم مسلم على البخاري، لأن البخاري له ميزات ومسلم له ميزات، لكن ميزات البخاري أكثر ميزات مسلم. لكن من ميزات مسلم على البخاري أنه لا يروي بالمعنى، البخاري قد يروي بالمعنى. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شوح الغريب وبيان المشكل. نعم، هناك كتب ألفت في غريب الحديث ومشكل الحديث، ألفت كتب مشكل الحديث في كتاب كتب غريب الحديث، إذا أشكل عليك ترجع إلى هذه الكتب، ومن أفضلها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ممتاز جدا في هذا الباب. نعم.